الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نرجو منكم بيان شيء من أحكام الأضاحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا جرم أن الأضحية من العبادات المؤكدة كما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. والأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله عز وجل في يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها، والأقرب إن شاء الله أنها سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. ولا ينبغي في الحقيقة لمن وسع الله عز وجل عليه أن يهمل ذبحها تقربا وتعبدا لله عز وجل. فإن قلت: وما وقت الذبح؟ فأقول: من بعد صلاة العيد يوم النحر، ويستمر وقته إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فيكون الذبح في 4 أيام: في يوم العيد، وفي اليوم 11، وفي اليوم 12، واليوم 13. ويجوز الذبح في أصح أقوال أهل العلم ليلا ونهارا. فإن قلت: وما أفضل الأضاحي؟ فأقول: ما كان أسمن وأكثر ثمنا وأنفس عند أهله. ويستحب للمضحي إذا ذبح أضحيته على اسم الله عز وجل أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. وينبغي كذلك أن تكون الأضحية سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وما السن المجزئة في الأضحية؟ فنقول: السن المجزئة هي ما بلغ 5 سنين إذا كانت الأضحية من الإبل، وما بلغ 2 سنين إذا كانت الأضحية من البقر، وما بلغ 1 سنة إذا كان المذبوح من المعز، وما بلغ 6 أشهر إذا كان المذبوح من الضأن. وهنا تنبيه هام، وهي أن من أراد الأضحية فعليه أن يجتنب أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو شيء من بشرته حتى يضحي، من دخول العشر حتى يضحي. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وينبغي للمسلم حال ذبح الأضحية أن يتأدب بالآداب الشرعية، فأن يذبح مستقبلا القبلة، وأن يضجع ذبيحته إذا كانت معزا أو ضأنا أو بقرة على جنبها الذي يسهل عليه الذبح معه. وأما إذا كانت إبلا فإنه يذبحها قائمة معقولة يدها اليمنى. وعلى الإنسان أن يسمي الله عز وجل ولا ينسى التسمية، فإن متروكة التسمية لا يجوز أكلها. وعلى الإنسان أن ينوي الخير والتعبد والقربة بهذا الذبح، فإنها من أعظم العبادات التي تفعل في هذا اليوم بعد الصلاة. وعلى كل حال، فلا ينبغي لمن وجد سعة من المال
أن يهمل هذه السنة المؤكدة. وأما من ضاقت حاله ولا يجد شيئا من المال إلا ما يكفي حاجاته الضرورية، أو ارتفعت أسعار الأضاحي ارتفاعا فاحشا ولا يستطيعه الإنسان، فالحمد لله لا حرج عليه، لأنها سنة. والمتقرر عند العلماء أن السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها، والله أعلم.